قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي له الحمد على كل حال، وله الحمد في كل الأوقات والأزمان. اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أتحدث إليكم عن الحلقة الثانية في رمضان، عن ما هو برنامجنا في رمضان، ما هو جدولي في رمضان، كيف أقضي حياتي في رمضان. لم أجد في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا في برنامجه وحياته في رمضان عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان يصوم عليه الصلاة والسلام، وما أفطر يوما قط فيه فيما نعلم عليه الصلاة والسلام منذ أن فرض، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم ليله عليه الصلاة والسلام. وربما قام معه أحد فصلى معه، سواء من أهل بيته أو من بعض أقربائه أو من بعض الصحابة حين يسمعون تلاوته عليه الصلاة والسلام فينضمون. ولا نعرف من برنامجه في رمضان إلا هذا، إلا أن يكون على الأصل أن برنامجه عليه الصلاة والسلام وجدوله من صحة العبارة في غير رمضان هو جدوله في رمضان عليه الصلاة والسلام. فمن هنا نرى أن للمؤمن فسحة أن يجتهد في إيجاد برنامج له يضعه له ولأسرته. من ذلك أول برنامج ذاتي، يعني لك شخصيا، وبرنامج للأسرة في رمضان، وبرنامج يكون لخارج المنزل يعني لغير الأسرة من الأصحاب والأحباب والوالدين هذه هي البرامج الثلاث التي ينبغي أن ننظر فيها. سأكثف في هذه الحلقة إن شاء الله على البرنامج الذاتي لي ولك الذي ينفعنا أكثر، وأما الحديث عن الأسرة وخارج المنزل يكون له وقت آخر بإذن الله تبارك وتعالى، لعله في الغد إن شاء الله. فيا سبحان الله، كيف يكون البرنامج الأحسن في رمضان؟ ما هو البرنامج الأحسن في رمضان لي ولك؟ أولا أن تجعل على أعلى البرنامج شعار تقوى الله في رمضان لعلكم تتقون، أن تحصل التقوى وتجد لذتها، أن تعرف معنى التقوى ليس باللغة ولا بالكتابة ولا بالقراءة، أن تعرف معنى التقوى الحقيقي بفعلك،
أن تجده في أن تجد التقوى وتجد معناها في صميم قلبك. لو سألناكم ما معنى تقوى الله سيقول كل واحد منا تقوى الله كذا وكذا، لكن لنسأل بعضنا بعد نهاية رمضان ما هي تقوى الله؟ فيقول لك تقوى الله شيء آخر. تقوى الله أن يزيد إيمانك، تقوى الله أن تزداد هدى، تقوى الله أن تكون في رمضان رجلا آخر أو شابا آخر أو إنسانا آخر أو إنسانا أخرى. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان في رمضان ليحقق تقوى الله سبحانه وتعالى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذا البرنامج اقترح ما يلي: اولا قبل ان يبدا رمضان ان يراجع كل واحد منا نيته فينوي لله مخلصا أنه يصوم رمضان، وأن يكون رمضان هذا في الصيام والقيام وقراءة القرآن وباقي الأعمال، ويعاهد الله أن يكون رمضان آخر، رمضان جديد لم يمر عليه في عمره قط. هل يستطيع أحدنا أن يفعل ذلك؟ يستطيع ولا لا تستطيع؟ تعاهد الله أن يكون رمضان آخر، لا تقول مثل العام ولا الذي قبله، ولا رمضان جديد. جديد يعني أن آتي فيه بما لم آتي فأخفف نومي، يعني أقلل نومي. ثانيا أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله. يعني ما هي الأذكار التي كنت لم تحافظ عليها من قبل أو تحافظ وتترك، أو الأذكار التي تداوم عليها تداوم على أضعافها في رمضان؟ ذكرا لله، ذكرا لله. ثانيا التخفيف من هذه الأجهزة التي تحيط بنا من حاسب آلي ومحمول ومفتوش ومحطوش ومنطوش، هذا كله اتركوه وخففوا منه، خففوا منه واتساب وفايبر مدرمين، هذه كل خفف منها ما استطعت، تجد نفسك تحقق تقوى الله سبحانه وتعالى. وقل أدرك ذلك بعد رمضان. ولست مع من يرى أنه يقطع. بعض الناس يقول لك أنا أخرج من البرنامج لأني في رمضان. لا تفعل هذا، خفف، اجعل لنفسك نصيبا من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن أكثر شيء في رمضان وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، هذا هو الشعار، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وأن تشاهد شيئا من التلفاز أو شيئا، أي جهاز، اجعل فيه النصيب القليل أقل مما، طيب والباقي اجعله في ذكر الله، اجعله في ذكر الله. وأيضا في الجدول والبرنامج أن تجعل فيه القيام لله للتراويح، سواء صليت مع الجماعة فكتب لك قيام ليلة كاملة، أو ما فتح الله عليك أيضا زيادة في بيتك من قيام الليل، بارك الله فيك. فاجعل لنفسك هذا لا تفرط فيه، تجعل قيام الليل تراويح في المسجد، المسجد المجاور البعيد، أن تلتزم به. وحاول أنك تأتي إلى التراويح وقد رقدت قليلا أو نمت أو
جهزت نفسك براحة حتى إذا قرأ الإمام لا تنعس ولا تتردد، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام مع إمامه حتى يفرغ كتب له قيام ليلة، الله أكبر، حتى ينتهي الإمام قيام ليلة أجر عظيم. فالإمام قد يقرأ نصف جزء، ربع جزء، آيات، جزء وزيادة، فيكتب لك قيام الليل. وأنصح الذين يقومون بالصلاة للتراويح في المساجد أن يجعلوا جوالاتهم على الصمت أو يغلقونها، لأنهم أحيانا تراهم بين الركعتين أو الأربعة أو الستة أو الثمانية يراجعون جوالاتهم، صحيح ولا ما ترون هذا؟ صحيح؟ طيب، فيدخل صلاة مرة ثانية بعد ما نظر في جواله وهو مشغول البال كثيرا، ويحتاج إلى هدوء فتفوته جزء من الآيات حتى يجد السكينة والخشية والخشوع، فكيف بالخشوع الكامل؟ حاول أن تأتي للتراويح تضع جوالك على الصمت وتضعه في السيارة تخبئه وتدخل، اجتهد في هذا، جرب فتنقطع وتقول لأهلك أنا تراويح ما أخذ الجوال، بعد ما أخرج أنظر فيه، هذا شيء طيب. وأيضا من الجدول والبرنامج الذاتي القرآن وقراءة القرآن، وقراءة القرآن فيها حلاوة، أي حلاوة؟ فاجعل لنفسك في هذا رمضان مصحفين، مصحفين يعني نسختين، نسخة أو مصحف تختمه بحسب قدرتك وطاقتك، حدد من الآن تستطيع أن تقرأ في اليوم 10 أجزاء أو تقرأ في اليوم جزءا أو جزئين أو 3 بحسب ما تستطيع، حدد من الآن ما تستطيع، لكن لا تحدد غاية هي بعيدة عنك، ثم اختر النسخة الثانية والمصحف الثاني. المصحف الثاني ليس لتقرأه سريعا، ابدأ فيه لتقرأ على معنى، للتدبر، أفلم يتدبروا آياته، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فاجعل لنفسك هذا المصحف الثاني للتدبر، كيف؟ التقرأ فتبدأ بالفاتحة حتى تفهم معانيها، ولا يهمك النهاية، قد ينتهي الشهر والشهران والثلاثة والسنة وأنت منتهي، أهم شيء أنك ما تمر على الآيات إلا وتجد أنك امتلأت بها ومنها إيمانا ويقينا وعلما، تمر على القصة فتقف معها وتقول يا سبحان الله ما هذا، ما الذي فيها من آيات وعبر، ما الذي يخصني أنا من هذه الآية، إياك نعبد وإياك نستعين، ما الذي أحتاجه أنا من هذه الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهكذا تقرأ لإصلاح ذاتك. لا تقرأ تقول هذه الآية تخص فلان وهذه الآية تخص اليهود وهذه تخص النصارى، لا، اقرأ لنفسك، بارك الله فيك.
إذا مشيت بهذه الطريقة على المصحفين فإنك ستصيب إن شاء الله أجرا كبيرا، وستجمع بين الهدفين، ختم المصحف عدة مرات وقرأ، وتخصص لهذا وقتا وهذا وقت بحسب ما تجد، واستعينوا بالله والله سيفتح عليكم فتحا عظيما. أعرف أناسا في رمضان يأخذون إجازات من أعمالهم، فسألوا رجلا أمامي أحد الذين يأخذ هذه الإجازة، فقالوا كيف يا علي تجدها؟ قالوا لها لذة، ما مثلها لذة، لذة مع رمضان، أشعر أني متفرغ لله، لرمضان، للعبادة. فجرب، إذا من الله عليك بإجازة أو نحوها في رمضان، أول عمل القادم أن تأخذ إجازة وجرب فيها. فبعض الناس لا يستطيع بحكم ظروف عمله، فهذا نوع من الجدول. وأيضا من الجدول الذاتي، وهذا هو الختام، أن تجعل لنفسك في رمضان كل يوم صدقات، صدقات بالمال، فإن لم تجد فبالإعانة، بالإعانة، ما تجد مالا كل يوم ولو قليلا ما تجد، إذا ما وجدت فبالإعانة، بالإعانة والمساعدة، تساعد الناس، تساعدهم في الإفطار، في الجمع، في مساعدة الضعاف، في جمعية تحتاج إلى نفع الناس حتى ولو للكفار، في مثلا في الأرامل أو كبار السن أو في الحي أو في المسجد، أن تعرض نفسك على المسجد تقول أنا عندي ساعة من كذا لكذا أريد أن أكون خادما لبيت الله، اعتبروني من جنود الشعب، تذهب إلى جمعية أو المركز الإسلامي أو أي شيء، تقول أنا اعتبروني عندكم ساعة كذا لكذا أنا أريد أشتغل، هذه صدقة، وتعين الرجل فتحمل له متاعه صدقة، هذه صدقة، والصدقات كثير، فاجعل لنفسك كل يوم صدقة. إما مالا أو إعانة، وإذا جمعت بينهما بين المال والإعانة فأنت أسأل الله أن يكتب لي ولكم الأجر والثبات، وأن يوفقنا وإياكم لأن يكون رمضان خيرا مما كان، اللهم اجعله خيرا لنا وأعنا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشكر لكم حضوركم، وتقبل الله منا ومنكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.